وشوشة. اختيار اجباري مسلسل حلو قوي ان شاء الله، يعني يا رب نتمنى. سسبنس، في غموض، في حاجات كتير قوي. اهم حاجه فيه ان هو بيتكلم عن السوشيال ميديا ومدى تاثيرها السلبي والايجابي، بس احنا يعني دايما احنا بنمسك تليفوناتنا والحاجات الحديثه دي وفرحانين بيها وبس، ما نعرفش حاجات تانية. ففي حاجات كتير قوي سلبيه موجوده في الحاجات دي، فاحنا بنوعي الناس ليها. أستاذ مجدي السميري مخرج هايل عبقري بجد، يعني أنا انبسطت جدا 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 إن أنا اشتغلت معاه وتعاملت. طبعا أول ما جيت اشتغل معاه ما كنتش عارفه طبعا، بس لما بدأنا نشتغل وبدأنا نصور وكده، لا مخرج جامد، مخرج جامد. لا 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 خالص، لا 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 خالص، بالعكس سلس جدا وبيفهم كويس قوي، ومعانا لحظة بلحظة في كل حاجة، وعامل كادرات جميله يعني بجد. انا مبسوط ان انا اشتغلت معاه. وحازم متولي كمان مؤلف العمل، مؤلف شاطر قوي وكاتب العمل بحرفيه شديده. وطبعا دكتور خالد حلمي راديو 1، واستاذ تامر مرتضى في اروما، شركتين انتاج من اكبر الشركات بينتجوا العمل. فلا بجد عمل قوي. انا بدات اصور بقالي يومين تقريبا وبنكمل ان شاء الله خير يا رب. لسه بالنسبه لرمضان لسه ما رسيتش قوي، بس في عمل انا اتفقت عليه مع الاستاذ ريمون مقار والاستاذ محمد محمود عبد العزيز، ان شاء الله باذن الله نعمل مسلسل اسمه طوفان في رمضان. ده ما يعتبرش عملي لوحدي، يعني ده مسلسل بطوله جماعيه جدا، هتلاقي فيها حوالي 35 او 40 نجم من النجوم موجودين في هذا العمل. فهو عمل غريب وتركيبه غريبه جدا كده، وفيها نجوم كبيره جدا وكلنا ادوارنا قريبه من بعض. لسه المسلسل بيتكتب. يعني عرفنا بس خطوط بعيده يعني. وشوشه، الموقع الفني الاول في مصر. رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد الهوادي. www.washwasha.org